هذا رقم 7. ما احنا هنكمل على على المواضيع. ممكن بس الدكتوره بعتت لي دي، ممكن يكون في مشكله في الرقم، بس احنا هنكمل على نفس اللي انتوا خدتوه المره اللي فاتت بغض النظر عن تمام، رقمها. هو كده كده موجود يعني، الدكتوره كانت رافعاه على التيم يعني، لو دخلت على المحاضرات دلوقتي تلاقي موجود المحاضره رقم 8 موجوده. تمام، بس انا بس عايز اغطي المحاضره دي، بس عشان عايز اغطي بيها شيت يوم السبت عشان نعرف نشتغل بيها يوم السبت ان شاء الله. ماشي يا باشمهندس. في حد عنده اي استفسار؟ طب الناس باين قدامها المحاضرة كده يا باشمهندسين، السلايد الأولى دي اللي باينة قدامكم. ايوه تمام. ايوه طيب خلاص، يبقى النهاردة إن شاء الله يا باشمهندسين اللي إحنا هنبدأ نشتغل فيه، اللي هو بغض النظر عن رقم المحاضرة، هنبدأ في التصميم الإنشائي للقناطر. طيب اللي إحنا خدناه الأسبوع اللي فات أو طبقنا عليه في السكشن، إن إحنا بدينا نعمل نعرف يعني إيه أنطرة. طبعا الأنطرة زي ما قلنا إنها هي عندي عبارة عن منشأ بيتحكم من اسمه كده، بيتحكم في منسوب المية، بيتحكم في التصرفات بتاعة المية، بيقدر يوزع على الفروع بتاعة المجاري المائية، بقدر استخدمه في منطقة مصب النهاية عشان اتحكم في كمية المية برضو اللي مرة، كمان اقدر اولد منه طاقة. طيب المنشأ القناطر زي ما احنا عارفين انه بيسبب فرق في المناسيب، فبالتالي يعتبر من اهم المنشآت اللي بيبقى عندها مشكلة بسبب السيبج. فطبعا فكان عندي الهيدروليك ديزاين بتاعها، لما جيت اصمم التصميم الهيدروليكي بتاعها كان جزء اساسي فيها ان انا ابدا اشتغل على السيبج. طيب اللي احنا اشتغلنا عليه الاسبوع اللي فات يعتبر برضو التصميم الهيدروليكي، كان الفكره بتاعته الاساسيه اللي عايز اوصل، او المشكله اللي عايز احلها فيه، ان انا كنت محتاج اطلع ابعاد الفتحات بتاعه المجرى المائي، وابدا اطلع واعمل تشيك على الهيدنج اب لو البوابات مفتوحه تماما، وبعد كده ابدا اشتغل على مشكله السيبج واشوف اقصى حالات تحميل للسيبج او اقصى حالات للتسريب، وكانش فيه اي اختلاف بينها وما بين الهضار. النهارده عايزين نبدا نشتغل في التصميم الانشائي بشكل عام شويه. هناخد النهارده ايه البغله اللي هي هناخد البغله وهناخد ايه الفرشه، بحيث هنبدا نشتغل عليها في السكشن الجاي يوم السبت ان شاء الله. طيب احنا لو بصينا مثلا قدامنا على زي ما انتم شايفين كده، انا لو عندي مجرى مائي بالمنظر ده، ده اللي احنا وصلنا له في الهيدروليك ديزاين، ان انا قسمت المجموعه من الفتحات ووصلت ان انا عندي في الاخر الهيدروليك ديزاين المفروض بوصل من الهيدروليك ديزاين ان انا بطلع عدد فتحات، بطلع عندي عرض الفتحه، بطلع تخانه البير ممكن افرضها، ممكن اطلع ارتفاع البير ممكن اجيبه برضو من يعني وانا واقف في الهيدروليك ديزاين. الارتفاع البير احنا قلنا المره اللي فاتت في الهيدروليك ديزاين قلنا ان ممكن اجيبه عن طريق منسوب المايه في الامام زائد نص متر، او منسوب الطريق ناقص 1 متر، ولو انا محتاج شيت اقدر احسبه، ولو محتاج شيت بايل اقدر احسب الشيت بايل. تمام، وقدرنا نفرض التخانات بتاعت الفرشه، عملنا لها فرض لغايه ما ابدا اصمم، وطول الفرشه في الامام وطولها في منطقه البير وطولها في منطقه الاسكور، وقدرت اطلع طول الفرشه كله. نعم، وطول الفرشه في منطقه الاسكور الدكتوره نازل القانونين، واحد امبيريكال والتاني حسابيا. ففي النهارده في المثال هي حلت بالقانونين، حلت بالامبيريكال وحلت بالحسابي وخدت الاكبر منهم. تمام، انت ايه المشكله؟ بس السؤال بقى مش عندنا في السكشن اللي هو الطريقه الحسابيه بس. نعم، ايه بص يا جونز، هي دايما احنا بنقول احنا هنفرض بدي ابعاد، احنا كده بنفرض ابعاد. عايز تشتغل بطريقه بلاي على طول وتشتغل ان دي طريقه بلاي، يعني بطريقه بلاي اللي هي 61% سي بلاي في جذر اتش اس، وتعتمد على دي بس وخلاص ما فيش مشكله. يعني انا عشان احسب الطول ده ممكن اشتغل بالال سكور بتاع اللي هو بيساوي اللي هو 61%، تمام، اللي هو سي بلاي، تمام، في جذر اتش اس.
وتعتمد الطريقه دي وخلاص. تمام. والاتش اس بنقول انها عباره عن الابستريم ديبث ناقص الـ ناقص الكريتيكال ديبث. تمام. يعني طريقتين فرض، فاحنا ممكن نعتمد على طريقه اللي هو البلاي ونفرض بيها المساله، نفرض بيها السكور لينكس مرة على طول. تمام جدا باشمهندس. ماشي باشمهندس. طب معلش الدكتوره قالت ان هو هتبقى الاتش ماكسيمم مش الاتش اس، في لما نيجي نعوض في السي بلاي في القانون على بتاع القانون الاسكار. القانون اللي هو العادي اه بتاع الاسكار في القانون اللي قدامنا اللي هو 61% سي بلاي في جزء الاتش اس. اه قالت مش اتش اس في الانطره، هناخده الاتش ماكسيمم. اه لا هو باشمهندس ما احنا ما هو نازله في المحلول، نازله في المحلول لجذر الاتش اس على طول، واحنا كده كده بنعمل تشيك مسيف مسيف مش مسيف بنزود وخلاص، عشان بس ما نتلخبطش يا جدعان بعد اذنكم. بس انا ما نعرف الدكتوره قصدت ايه، يعني اتش ماكسيمم ولا اتش اس؟ هي مكتوبه في المثال محلول اتش. ايوه الصوت قطع بس عندك يا باشمهندس. جت معانا كده سامع ولا محلول يا باشمهندس؟ اتش ماكسيمم جذر الاتش ماكسيمم. يا علوان انت بتقول كلام عكس بعض، اتش ماكسيمم ولا اتش اس؟ اتش ماكسيمم والله هي ايه اتش ماكسيمم في المثال المحلول. طب ده يا باشمهندس دلوقتي هنمشي على انهي، يعني اتش ماكسيمم بس انت كده كده بتعمل تشيك، هو الباشمهندس تقريبا النت عنده وحش مش سامع. ايوه باشمهندس سامعك يا باشمهندس. يا باشمهندس هنمشي اتش ماكسيمم ولا هنمشيها الاتش اس ولا ايه؟ علشان بس عايزين الاتش اس يا باشمهندس، هنشتغل على الاتش اس. باشمهندس الكلام متغالط، بقينا كده على المهندس مجدالي شرح لنا في السكشن. انا اتلخبطت كده ولا يا باشمهندس؟ والمحاضره مكتوب اتش ماكسيمم، والمثال المحلول مكتوب اتش ماكسيمم. انا اشتغلت على المثال المحلول وزي السكشن اتش ماكسيمم يا باشمهندس. هو المثال المحلول نازل اتش ماكسيمم؟ اتش ماكسيمم، وشرحت لنا في السكشن زي المثال المحلول اتش ماكسيمم. والمثال المحلول نازل فيه اطوال الام 3 واطوال ال اطوال البينا كونتراكتور. انا مش عارف بصراحه هنتعامل ازاي يا باشمهندس. وكده يا باشمهندس لو سمحت، مش احنا كده كده بنعمل تشيك طلعت مسيفه مسيفه مش مسيفه بنزود، فعشان نوحد بس الكلام يبقى زيها زي الهدرات اتش ماكسيمم. طيب لحظه ماشي لحظه انا هشوف بس المثال اللي انت بتتكلمنا عليه. نعم هو بيقول ان هي زي الهدرات اتش ماكس، ما هي في الهدرات اتش اس مش اتش ماكس. ما هي في الهدار اتش اس. هو يا باشمهندس المعيد عندنا في السكشن المره اللي فاتت دخل وعدل لنا الحته دي وقال لنا ان بدل اتش اس هيبقى اتش ماكس الان. طيب. بس فاهم هو اول مره فتعامل معانا كده وعدل لنا الحته دي في المثال المحلول، يعني في المثال المحلول ما هو اتش اس. طب لحظه انا فاتح انا فاتح قدامي فاتح قدامي المثال المحلول اهو، الاتش اس عباره عن 4 ناقص 1 36 يا باشمهندس. انتوا بتشوفوا انهي مثال محلول معلش؟ وطالعه ب 14 62. مين اللي بيقول ان هو مش معمول اتش اس في المثال المحلول؟ ما انا فاتح قدامي المثال المحلول اهو، هبعته لكم دلوقتي. اعرضوا علينا دلوقتي، اعرضوا اعرضوا لنا دلوقتي يا باشمهندس. هرفعه هرفعه دي اهو. ماشي انا بقول يعني شغل الشاشه وخلاص ونشوف. ماشي هشيره لك على الشاشه هرفعه هشيره. وفي يا باشمهندس مثال محلول مع المعيدين، وفي مثال محلول هو اللي نازل على الصفحه نازل علينا عندنا. طب لحظه بس انا هشوفه هرفعه لحظه خليك معايا. هو اللي هو برضك اللي اتشرح عندنا كان مثال محلول، اتفاجئت ان لقيت ان المثال المحلول منزله الدكتوره غير اللي اتشرح عندنا، وفي حاجات مختلفه ما بينهم. يعني هو المثال المحلول الدكتوره منزلاه فيه مكتوب فيه الاتش ماكسيمم وانا فاتحه قدامي اهو. هو انا معلش في الكلمه بص اهو معلش اللي الدكتوره منزلاه مكتوب في اتش اس. ما هو ما طب انا طب خلينا بس نتفقين في حاجه بس ان هو لحظه
يعني المثال المحلول اللي معايا الناس سامعه مش ممكن. معاك يا هندسه اه ده المثال ده المثال المحلول اللي هو المفروض نازل لكم تمام، اللي هو بتاع الاير جيليتور 2020 فيرجن 1 تمام. هتلاقي المثال ده موجود تحت اهو في الاتش اس هنا موجوده اهي يا باشمهندس هنا اهي. طيب باشمهندس ممكن اشير لك انزل تحت بقى كده يا باشمهندس، انزل تحت كمان صفحه بعد اذنك، صفحه اتفضل. كمان بعد اهي. بص تي 2 تي 2 اهي جذر الاتش ماكسيمم اهي. يا الوقت ساكت بس انت بتتكلم في حته ثانيه. لا هو انا دلوقتي ما بلخبطش الدنيا، انا بتكلم على ال سكور. خلينا بس واحده واحده بس عشان ما يتلخبطش، احنا بنتكلم على ال سكور. طب يا باشمهندس باشمهندس في السكشن جه على الدلو معانا قال لنا اشتغلوا بالاتش ماكسيمم ما تشتغلوش بالاتش اس. طب ثانيه ثانيه ممكن انا بس اشوف حاجه باشمهندس. السلوب اصلا هيدولك جامب هي اللي هتطلع غالبه في كل في الحالتين يعني. باشمهندس اتفضل يا هندسه. سامع هي موجوده في المحاضره اتش ماكسيمم مش اتش اس. انا اشير لك الملفين اللي هو نازل لحضرتك واللي نازل في المحاضره. ايوه احنا ما انا عارف ان اللي نازل في المحاضره وبناء عليه احنا عشان كده نزلنا الـ المثال ده. لا ما هو مثال محلول. لا دكتوره نزلت مثال محلول غير اللي نازل للسكاشن، يعني ده اللي نازل لحضرتك مكتوب فيه فعلا اتش اس، واللي ده اللي الدكتوره منزلاه على تيمز، حتى تلاقيه موجود على تيمز في الملفات ومكتوب فيه الاتش ماكسيمم. فدلوقتي في ملفين بيقولوا عكس بعض، واحد شرح في السكاشن اتش اس وواحد شرح. انزل كده سلمي، انزل الصفحه اللي بعدها سلمي، هتلاقي هنا يا باشمهندس برضو الاي زائد اللينس في ام في ام 3 زائد الهيدروليك جامب، اللينس بتاع الهيدروليك جامب. هو احنا كده احنا محتارين بصراحه. ده ايه ده المثال ده؟ ده المثال اللي الدكتوره من الثلاث. ما هو ده تعدل يا باشمهندسين، ده المثال ده تعدل، ده ما انا عشان كده بقول لك اشتغل على جيليتو 2020 فيرجن 1. ما هو ده تعدل يا باشمهندس، شوف اسم الملف عندك انا شايف اسم الملف هو ريجليتور 2020. بس ده اللي انا عايزك انا عايزك ريجليتور 2020 فيرجن 1 تمام. هو ده اللي كنا نزلناه الدكتور نزلاه. ايوه انا فاهم. في واحد بقى اترفع هو نفس الملف بس مكتوب بعديه فيرجن 1 تمام، يعني نشتغل على اللي هو مكتوب عليه فيرجن 1. هو نفس الاسم بس فيرجن 1. هو ده زي السكشن كده بس تمام كده عشان احنا ما نتلخبطش. صح كده. امسح هندسه بعد اذنك الملف ده وخلي اللي موجود عندك هو نفس الملف بس هتلاقي مكتوب عليه في الاسم فيرجن 1 فيرجن 01. ده اعتمد على ده يعني مش اتش اس. تمام جدا. خلينا ملتزمين بالمثال المحلول اللي هو مكتوب عليه ريجليتور 2020 فيرجن 01 كده. هي هي كده يا باشمهندس الليل سكار بتاعت الهدار، هي الليل سكار بتاعت القناطر. صح كده تمام. خلينا عشان ما نتلخبطش. بس ما انا عشان ما نتلخبطش اهم حاجه عندي انكم يبقى نفس المثال اللي احنا شغالين بيه هو نفس المثال اللي معاكم. مظبوط كده يا باشمهندس. تمام جدا. طيب يا جماعه بعد اذنكم ما حدش شامل موت وانا بكلم الباشمهندس عشان دي كده معلش مش احترام. خلاص خلاص يا جماعه خلاص يا باشمهندس. طيب ماشي كده يا باشمهندس. طيب نكمل بقى عشان نسمع المحاضرة بتاعتنا. طيب فبالتالي الناس معانا كده المفروض اللي احنا وصلنا له في الهيدروليك ديزاين ان احنا الناس سامعه كده في مشكله البرزنتيشن واضحه قدامهم، المحاضره واضحه قدامكم. باشمهندس سؤال سؤال بس. ايوه بس. طيب ماشي اتفضل. هو في الهيدروليك جامب هنا لما جه يقول الفي عباره عن القيوع على الاريا اللي طيب الاريا ديت اللي هي الاريا فينت ولا الاريا بتاع الكنال؟ لا فينت. اصل في المثال عكس. في المثال رقم كام المحلول؟ رقم كام فيرجن كام مكتوب عليه فوق كام؟ اسم الفايل ايه؟ هو ده اللي محلول في السكشن هندسه. ما اعرفش فيرجن كام اللي احنا مكتوب فوق المعيده اللي مش هتبقى اريا، هتبقى اريا شانل مش اريا فينت. لا هو الجامب يا باشمهندس هتحصل في قلب الفينت، يعني الجامب هتحصل في قلب الفينت اللي انت خدت لها السكور بتاعها.
هو احنا المعيد ما اللي قالنا تبقى الاريا طب ما بالصفر طيب المثال. خلينا بس نراجع، خلينا نراجع المثال المحلول. هفتح المثال يا تاني. ريت باشمهندس يا ريت لو تراجعوا لنا بسرعة كده، لأن احنا متلخبطين، كل واحد قال له كلمة غير التاني. طيب لحظة يا باشمهندس بس أشوف المثال المحلول إيه ظروفه. لحظة. لحظة كده يا شمس. ان في اس في طيب ماشي. طيب هات لي كده المثال كده معاك يا شمس تاني. اللي انا كنت مش قايلها طيب. باشمهندس طيب بص انا هفتح لك المثال، بص هفتح لكم المثال تاني يا باشمهندس ماشي، والناس معايا واحده واحده كده، هنراجع معاه نقطه نقطه ونشرح واحده واحده المثال خلاص، عشان يبقى الكلام ثابت للجميع في مش... ماشي على كده عشان نقطع فرط الموضوع ده. تمام جدا يا باشمهندس. طيب بص انا هجيب المثال بقى وافتحه لكم دلوقتي. لحظه. نمبر 6 ديفيجن. هو ده مدريكي. دي واحدة بس عشان نصير ننزل المثال بس. طيب بص يا باشمهندس معايا بقى خطوه خطوه كده، هقول لكم اللي هتعملوه بالظبط ايه، ولو في حاجه عدلوها عندكم بالقلم خلاص. طيب انا بالنسبه لنا عندنا في ادي المثال اللي قدامكم اهو واضح ماشي. اول حاجه طبعا عندي عايز ابدا احسب الـ هنا حسب الفنت بتاعته، مديله هو هنا حدود السرعه يعني حسب عند الكيو معطاه. الواي داون ستريم عندي عباره عن الداون ستريم موتور ليفل ناقص البيد ليفل. الواي اب ستريم مش محتاجها دلوقتي، خليها مش عايزينها دلوقتي. جبت الاريا كانل، الفي كانل، الفي بتاعت الفنت قلنا من 2 ل 3 الفي. نعم اول نقطه بقى هنا الواي اب ستريم هو واخدها بيساوي الواي داون ستريم زائد الهيدنج اب، بس خد الالاوب والهيدنج اب وعندنا في السكشن. طب احنا مش عارفين. طب خلينا نتجاوز عن النقطه دي لان انا مش محتاجها هنا، انا عايز اجيب الفنت وهاجي اشرحها لك في الهيدنج اب، هشرحها لك في الهيدنج اب، خليك فاكر ان النقطه دي هتتقال في الهيدنج اب تمام عشان ما لخبطكش. يبقى خلينا مركزين مع بعض شويه. يبقى انا هاخد الفي كانل هضربها من 2 ل 3، هاخد الرينج بتاعها بحيث انها يكون من 1 ل 2 متر للثانيه، فرضناها ب 1.5 متر للثانيه. طب الاريا فينت هنا، الاريا فينت عندي هي عباره عن الكيو على الايه، على الفي بتاعت الفينت. طيب الفي بتاعت الفينت عندي فرضها ب 1.5 والكيو عندي ب 60 طلعت ب 40. قلنا خلاص يبقى هاخدها عدد من الفتحات في اس فاي داون ستريم. افترضت ان الان ب 3، جبنا الاس من هنا ب 3 وكسور قلنا هناخدها ب 4، يبقى طلعت من هنا ان الان ب 3 والاس ايه ب 4 تمام. طيب
هشيك على السرعه، طلعت السرعه عندي بواحد وايه وربع، دي السرعه الاكشوال بقى في الفنت. تمام. طيب عايز بعد كده اعمل تشيك على الكونتراكشن، هعوض في القانون اشوف نسبه التضييق، ما فيهاش مشكله. طب الهيدنج اب هنا اللي انت كنت تسال عليها هندسه، انا المفروض عايز مساحه الايه الاريا اب ستريم. طب الاريا اب ستريم عندي هجيبها ازاي؟ الاريا اب ستريم عندي هجيبها عن طريق ان انا هفرض ان الهيدنج اب اللي حصل باقصى قيمه، تمام، خدته فرضته ب 20 سم زي ما عملنا فوق، ان الاتش اب ستريم بتساوي الايه الداون ستريم زائد الهيدنج اب، تمام، طلعت عندي ب 24. المفترض بقى يا باشمهندس بترجع تاخد بقى، بترجع تاخد القيمه دي وتجيب الواي اب ستريم وبعد كده تعوض، هتطلع لك قيمه لغايه ما اللي انت فرضته يطلع نفس النتيجه، تمام. بس احنا عملنا من اول ترايل طلعت 6 سم، المفترض بقى تاخد ال 6 سم وتعوض بيها، احنا مش هنعمل كده. خلاص اللي كان بيسال على نقطه الايه، اذا احنا فرضنا ليه على الهيدنج اب، فرضنا ليه الهيدنج اب عندي ب 20 سم. طيب بعد كده دي الرسمه بتاعت الايه، حاله ان انا هصرف الميه من تحت البوابه، ودي اقصى حاله هتتكون الشامب بالشكل ده، تمام. طيب هنا يا باشمهندسين في مشكله عندنا، دي اللي هي عامله خلاف ما بيننا كلنا، دي يا باشمهندس دي اللي هتبقى فيها لخبطه بس في الشيت، دي هنعدلها، الناس تعدلها عندها كلها، تمام. انا عندي الواي 2 اللي هي الواي داون ستريم اللي هي ب 4 متر، الكيوب 60، الفي 2 كيو على الاريا، الاريا اللي هنا فيها غلط، الاريا اللي هنا المفروض الاريا بتاعتك دي اللي هي ب 48 مش 84. خلاص الناس تعدل الاريا عندها وتخليها ب 48، هي كتبت غلط. ماشي يا باشمهندس، هو الهيدروليك جامب مش من اول واي واحد، اللي هيدروليك جامب من اول واي واحد، بس انت كل ده جوه القطاع بتاع القنطره. هي الجامب، الجامب مش مهندس بتحصل فين الاول؟ خلينا بس الاول الامور واضحه. الجامب بيحصل في الداون ستريم ابرو، داون ستريم ابرو، الداون ستريم ابرو كده القطاع بتاعه مساحته كام؟ مساحته بتبقى بعرض القطاع كله. انهي قطاع؟ عرض القطاع المستطيل، عرض القطاع المستطيل الخرساني بالظبط. القطاع المستطيل الخرساني ده مساحته كام؟ ان في اس في واي داون ستريم. لا ده قطاع الميه. يا راجل داون ستريم ده قطاع الميه مش قطاع الخرسانه. ماشي مش مستمر عندي في الداون ستريم. ماشي هندسه هتفرق. انت المفروض بقى لو انت عايز تحسبها صح بقى، احنا بناخدها للتسهيل، لو عايز تحسبها صح بقى شيل البغال اللي موجود عندك، تمام. بس احنا ممكن نقول ان مستمر. ما هو انت دي هندسه مستمر ازاي؟ يعني انت في القطاع المستطيل اللي هو الخرساني الكبير اللي هو بين الاباطمنت والاباطمنت، صح؟ يبقى الفرق عندي، ان هيحصل ايه دلوقتي؟ ان انا هضيف مساحه الثلاث البغلتين اللي في النص اللي هو الواحد متر. طيب انا ممكن اعمل فرض ايه؟ اقول والله لا انا القفزه هتحصل بعد البوابه على طول، تمام؟ بعد البوابه على طول، يعني اعتبرها كانها حصلت تحت الكوبري. مش انت البغله دي لها طول 19 متر تقريبا طلع في المثال ده، تمام. لو افترضت ان انا ممكن افترض ان 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 ان, إن الجنب حصلت هنا، طب انا عايز اشتغل مظبوط زي ما انت بتقول، خلاص احسب القطاع اللي هيحصل هنا، القطاع اللي هيحصل فيه الجنب بالظبط اللي هو القطاع اللي انت بتقول فيه الخرسان اللي شكله مستطيل. طب القطاع الخرسان اللي شكله مستطيل هيبقى عامل ازاي؟ لحظه كده، هيبقى قطاع مستطيل، هيبقى بالشكل ده. لحظه، هيبقى عندي يا باشمهندس كده، هيبقى عندي القطاع يا باشمهندس مستطيل، هيبقى بالشكل ده. يعني هيبقى اللي هو عباره عن القطاع ده، هيبقى عباره عن ايه مساحته؟ هيبقى المساحه بتاع العرض ده يا باشمهندس، العرض هيبقى عباره عن ان في اس زائد، معلش، ان في اس زائد ان ناقص واحد مضروبه في عرض البغل، كل ده ما هينضرب في الواي داون ستريم، تمام.
يبقى انا لو عايز اجيب المساحه الفعليه اللي هتحصل فيها الجامب، هي دي المساحه اللي هتحصل فيها الجامب الفعليه. تمام، يبقى عندي عرض المجرى المائي القطاع المستطيل، تمام، مضروبه في ايه، في مضروبه في الواي داون ستريم. ماشي، واضح للناس الموضوع بالظبط هيبقى عامل ازاي؟ يعني احنا كده يا باشمهندس هنشتغل على ايه؟ على الفعليه ولا على ال 48؟ ما انا بقول لحضرتك انت عايز تستسهل الموضوع وتفرضها انها تحصل بعد البوابه مباشره، يعني في منطقه البغال. ماشي، عايز تحسب القطاع بالظبط اللي هو هيحصل فيه الجامب اللي هو القطاع المستطيل. الاثنين بالنسبه لي فرض بالنسبه لي، فمش هتفرق. يعني انا هفرضها كده، هو ده فرض. انت عامل فرض ان تحصل الجامب هنا، ممكن اصلا انت فرض طريقه تصريف الميه، ممكن طريقه تصريف الميه دي مش هتحصل. تاني، يعني انا عندي بالنسبه لي دلوقتي عندي دي طريقه تصريف ميه. احنا افترضنا ان الميه دي هتتصرف من الايه، لحظه كده هنرجع تاني. باشمهندس اول احنا في الهضار خدنا الواي داونست، الواي بتاع الدو او للاسف العرض بتاع الداون اكستريم، مع انه برده كان في وين جول يمين وين جول شمال والمفروض في تضييق، خدناها بعرض المجرى المائي كله. ليه بقى التضييق اللي انت حصل اللي هو نص متر يمين ونص متر شمال ده حصل فوق الكريست بس؟ تاني، في الهضار النص متر يمين اللي احنا خدناه اللي احنا قلنا افترضنا انه هيحصل عرض المجرى المائي ناقص نص متر ناقص واحد متر ونص متر يمين ونص شمال، ده فوق الكريست بس مش على المجرى المائي. ما انا ممكن اعمل كده في الانطره. تعمل ايه؟ ان انا اخلي الفتحات هي اللي تعدي الميه والوينج وول يدوبك على نهايه المجرى المائي، على عرض المجرى المائي، مش شرط تعمل تضييق في المجرى. ما ماشي، ده حسب التصميم الهيدروليكي فوق، ما انت طلعت ال N والاس. انت شوف انت مش انت اللي جايب ال N والاس وافترضت السرعه، جايبين ال N والاس وفرضين السرعه. طيب يعني تعالى نشوف. دي داخل الانطره تحت الكوبري. انا هاخد كلام. لا، ما هو المنشا بيبدا عندي من المنشا الانطره، مش تحت مش البغال بس، ما هو الاباطمنت بيستنى عرضه ثابت. يعني انا مثلا انت دلوقتي طلعت الان عندي هنا، طلعتها بتلاتة، تلاتة ايه، تلاتة في اربعة باتناشر، خلاص تلاتة في اربعة باتناشر، تمام. وعندي بغلتين، عرض البغلة كام مديهالي هنا في المسألة؟ فرضا انت هنا عرض البغلة مش مديهاني، احنا هنفرضها مثلا بستة 80 سنتي مثلا او واحد متر، يبقى عندي 12 وواحد واحد 14. عرض المجرى المائي كله كام؟ 15. يعني انت عملت تضييق نص متر يمين ونص متر شمال، خلي بالك برضو. تاني هندسة، يعني انا خليني على كلامك اللي انت قلته. ماشي، اللي حصل ايه؟ ان انا عندي المجرى المائي ده هلاقي ان انا ثلاث فتحات باربعة باتناشر، ولو خدت عرض البغلة متر ومتر ادي كده ايه 14، وعرض المجرى المائي كله 15. انا ضيقت نص متر يمين ونص متر شمال، ده اللي انا عملته، ما عملتش اكتر من كده. السؤال، النقطة بقى اللي احنا بنتكلم فيها عشان نجيبها صح، الجامب هتحصل في انهي قطاع؟ تمام، لو احنا جينا للصح، الجامب هتحصل في انهي قطاع؟ هتحصل في القطاع ده. تعالى نشوفه كده على الفرشه بتاعتك. الجامب هتحصل في الحته دي يا باشمهندس، عند الطول اللي هو ال 24 متر ده. خلاص، يعني لو فرضنا ان انا عايز اخد السرعه، عايز اخد السرعه هنا. طب لو فرضنا هنا انك هتاخد السرعه في المنطقه دي، هقول لك مش غلط برضه. تمام، بس ما تجيش تحسب لي السرعه ان الجامب حصلت هنا، لا ده غلط. يعني انت لو حد جه افترض ان السرعه ان الجامب جت هنا، الى حد ما هنعتبرها صح. طب لو حد افترض ان الجامب هتحصل هنا، برضه صح. بس ان الجامب تحصل في القطاع 3 اللي هو القطاع الترابي، لا غلط. امال انا عامل المنشا ليه؟ باشمهندس، مش هي الجامب هتحصل بعد البوابه على طول؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، انا قلت لحضرتك انت افترضت، اصل كل دي فروض نظريه تمام لينا. فرض انها تحصل بعد البوابة على طول، يبقى انا هاخد المساحة بتاعتي اللي هو 48. تمام؟ تمام. طيب. انا ان جزء منها يحصل جوه البيرز. ما انا عشان كده انا مش عارف احدد طولها بالظبط. تمام؟ فهاجي اقول ايه؟ انا افترضت حطيتها في الحتة اللي هي ما فيهاش بغال، اللي هي طولها قدامنا دي 24 متر، هنمشيها صح. تمام؟ يعني انا جيت قلت هحطها هنا، ماشي. جيت قلت انها هتبقى ما بين البغال، برضو مش غلط. بس الغلط اللي 100% ما يختلفش عليه اثنين، ان يحصل الجامب فين؟ في القطاع الترابي.
وصحيح يا باشمهندس هو الكونتراكشن ماشي معايا من اول الخرسانه من اول الشمال خالص لغايه اخر اليمين خالص من اول من اول الفرشه الى نهايه الفرشه يعني التدريب بتاع المنشا من اول الفرشه لاخر الفرشه ها لكن الهدر كان التدريب بس في الحته اللي عند الكريست التدريب نص متر دي فوق الكريست بس ما كانش من اول الفرشه لاخر الفرشه لا 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 لا, لا. كان عند منطقه الكريست بس طيب عشان ننهي الموضوع ده يا باشمهندسين يبقى انا عندي مشكله في المثال اللي هو اخره فيرجن واحد بس عندك هنا غلطه بس هنا الصغيره دي اللي هي 84 بدل 48 48 بدل 84 الناس تعدلها عندها زميلكو ردا على زميلكو اللي كان بيقول طب انا هاخدها القطاع اللي ما فيهوش بغال هقول لك ده صح وده صح تسهيلا فرضناها 48 عشان ما احسبش تاني حضرتك عايز تحسب خطوه كمان تحسب القطاع المستطيل احسبه صح بس كونك تحط لي المساحه هنا بتاعت في 2 تفترض لي ان الجامب هتحصل في منطقه القطاع الترابي لا ده مستحيل ده غلط يبقى انا عامل اصلا كده المنشا عندي فيه مشكله ان انا افترضت ان الجامب حصلت في القطاع الترابي يبقى انا عامل ليه خرسانه وعامل حوايط ليه ما الجامب انا عاملها عشان كده تمام طيب نرجع تاني للمثال يبقى انا عندي كده في الهيدنج جامب يا باشمهندس معلش في الهيدنج جامب ال A كابيتال كانت بتاعت انهي مساحه وال A سمول كانت بتاعت انهي مساحه اللي عند ال A كابيتال عند ال A رقم 3 اللي هي بنضيف عليها ال 20 سم بتوع ايوه بتوع الهيدنج اب خلاص طيب عندي بعد كده شمنس كده خلصنا موضوع ايه الجزء الجامب وافترض ان الجامب طولها 6 ال A الواي 2 اللي قصدي 6 الارتفاع بتاع الجامب تمام طيب خلي بالك دي 6 ارتفاع الجامب 6 ارتفاع الجامب يا باشمهندسين تاني الناس تخلي بالها دي 6 ارتفاع الجامب خلاص دي كده 6 ارتفاع الجامب طيب عندي بعد كده اطوال البير ما فيهاش مشكله معاك تمام فالحته الخلاف السكاور لينكس هنا السكاور لينكس هنا اعتمد القانون ده على طول الاتش اس عباره عن ايه الاتش اس عندي عباره عن الاتش ماكسيمم بتاعه التسريب هنشيل منها الاتش اس قصدي انا اسف هنشيل منها الواي كريتيكال باشمهندس قول معلش بس الجزء بتاع الار سي بير ار سي بير اللي هي فين اللي هي ها الرود ليفل ناقص البيت ليفل ناقص الواحد متر ارتفاع البير ارتفاع البير عندي باخده حاجتين يا اما باخده منسوب الطريق ناقص واحد متر يا اما منسوب الميه زائد نص متر طب الواحد متر ده بتاع ايه لا الواحد متر ده بتاع الواحد متر ده بتاع ايه مش انت فرضه بص كلمه امبيريكال دايمنشن دي هندسه ايا كان انت واخد حضرتك الامبيريكال دايمنشن دي عندك في الخرسانه بتاخد امبيريكال دايمنشن عندك في الستيل بتاخد امبيريكال دايمنشن عندك في الري بنفترض ابعاد ولغايه ما نعمل تشيك طب التشيك ده بيبقى ممكن عندي مشاكل انشائيه في الاسترس او في التسليح او عندي مشاكل عندي في تركيب في تركيب الاجزاء بتاعه الكوبري او بتاعه الليفتنج ديفايس يعني ده فرض ابعاد لغايه ما نشوف ايه اللي هيبقى فيه مشكله انت حضرتك عايز تفرضها بقيمه ثانيه ماشي ما عنديش مشكله في طرق ها قول كان في بس الترم اللي فات خدنا عمل راي جميل فكنت بنزل بالبير بتاعتي واحد متر تحت منسوب البيد تحت منسوب ايه البير الرود بقى بيد. تحت منسوب الرود كان منسوب الرود ناقص البيد زائد واحد متر الرود زائد البيد زائد واحد تعرف الرود ناقص البيد يديك ايه البيد يا باشمهندس القاع يعني الطريق ناقص انت كده بتقولي الطريق ناقص القاع ناقص واحد متر ازاي يعني ما هو ده اللي احنا بنقوله طب ما هو ده نفس الكلام الطريق ناقص البيد ده اللي دي المسافه ما بين الطريق ناقص والبيد هو نفس الكلام هو قصده ان في متر بينزل تحت منسوب القاع بحيث ان القاع هو قصده على القاع هنا تحت بيغطي الاساسات بواحد متر فالطول بيتحسب من وش الاساسات ده قصده كده هو قصده لا انا مش بص احنا بنتكلم دلوقتي في حاجه انا بحدد دلوقتي منسوب ظهر البغله منسوب ظهر البغله من وش القاع من وش ايه من وش مش من وش القاع بتاع الترعه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده على عيني وعلى راسي بس فين وانا بصمم الاساسات بقى هجيب الارتفاع ده وازود عليه الجزء اللي تحت التراب ماشي ده كلامك صح بس لما اوصل له في الاساسات
يعني النقطه دي هوصل لها في الاساسات. اما انا مش هشغلك دلوقتي بالاساسات، انا بجيب الارتفاع دلوقتي عشان اجيب اطوال من وش القاع بتاع الترعه. تمام يا باشمهندس. يعني كل الارتفاع ده من وش قاع الترعه. نقطه بقى ان انا نازل بقى تحت القاع ده بقى بنص متر بمتر ب 80 سم ب 70 سم، دي نتكلم فيها بعدين. دي باشمهندس طب انا معلش، هو لو انا عندي بي سي البير بدل ما هي تبقى ار سي هتبقى بي سي، التي بتاعتها تساوي كام؟ احنا عندنا قيم للفرض بتاعتها، بس برضه هنيجي نرجع نقول تاني يا هندسه، هنفترض اي رقم. يعني انا دلوقتي خليني دلوقتي مش فاكر انا هفرضها كام، خليني دلوقتي انا لها قواعد امبيريكال، يعني من 3 من ربع من ربع ال 40 سم ال 4 من 10 عرض الفتحه، بس خليني انا دلوقتي نسيت انا بفرضها بكام. خلاص اسيوم انها 1 متر 80 سم اند تشيك. تمام، هو انا اصل هنا كان كاتب ان لو الار سي بير يبقى اس على من 5 ل 10، بس انا بس حضرتك لو القانون بتاع البي سي بير كان القانون بيساوي ايه علشان لو جت في الامتحان؟ يعني من 4 من 4 تقريبا من 4 ل 3 بس اس على 4 من 3 ل 4. ما انا بقول لحضرتك خليك مش فاكر، خليك نسيت، انا بقول لحضرتك تتصرف ازاي. تمام، خليني انا نسيت انها بتتعامل ازاي. هفرض يعني هفرض واعمل تشيك والله لقيت الابعاد بتاعتي دي مور سيف، خلاص انا هقول له خلاص هننزل ونعيد التصميم. لقيتها انسيف هقول له هننزل ونعيد التصميم، هنزود ونعيد التصميم تاني. انا مش بقول لحضرتك ان مفيش قواعد للفرض، لا، في قواعد للفرض جايه من من انت من واحد حل كذا مره. هي قواعد الفرض جت منين؟ حد حل كذا مره وقال لك والله بص عشان نبسط على نفسنا بدل ما نقعد نعيد كتير افرض بكذا. تمام، طب بس هو هيفرض وبعد كده هيصمم، انت هتيجي تصمم بقى بعد التصميم طلع مور سيف قوي قول له يا باشا هنقلل وهنعيد ونقلل الابعاد. طب طلع انسيف هتقول له لا خلاص لا هنزود ونعيد الحسابات. احنا طبعا احنا عارفين ان احنا في شغلنا في المسائل في الامتحانات ما بنعيدش. تمام، يعني بس عشان ما سمعتش كويس، من 3 من 10 ل 4 من 10 اس صح؟ من 3 ل 4 يعني اس الاس بتاعتك من على 3 ل 4. تمام، يعني اس يعني على 3 ولا 3 من 10 ل 4 من 10 ما سمعتش. بس 3 من 10 ما هو التلت، ما هو التلت يا باشمهندس، هو 30% التلت 3 من 10. تمام ما هو التلت من 3 من 10. تمام، خدتها 3 من 10 الاس 4 من ربع الاس وفي الاخر هتصب. تمام ماشي، تمام جدا. طيب خلاص، يبقى احنا خلينا ايه متفقين ان احنا هنعدل في المثال اللي هو فيرجن 1 ال HS دي نتأكد عليها، وطول الجامب 6 ال H جامب مش ال Y 2. تمام، وأظن الباقي ما فيهوش مشكلة. يعني باشمهندس بس نقطة أخيرة، اتفضل. هو ال H ماكسيمم حضرتك واخدها هنا بأربعة صح؟ تمام، هي الدكتورة كانت واخدها بأربعة واتنين من عشرة، فاحنا نمشي برضو مع الأربعة. والله خلينا يعني مش عايزين نلخبط الدنيا، خليها بالأربعة وخلاص. اصل ال 2 من 10 ما انت خلاص طلعت الهيدنج اب الاكشوال ب 6 سم. تمام، ما انت خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه يا باشمهندس حاجه ليك بس مش عايز الخبطك كتير، هو انت حضرتك دلوقتي لما تيجي حاله ان اقصى تسريب هيحصل في حاله ان مفيش ميه هتتصرف من البوابه. يعني احنا افترضنا ان حصدنا غلق كامل للبوابه وبالتالي مفيش تصريف ميه. تمام، معنى ان مفيش تصريف ميه يبقى الحاله ستاتيك، يبقى مفيش هيدنج اب، الميه ثابته، مفترض انها وصلت للاربعه وخلاص يعني. تمام، فلازم يحصل ام واحد يا باشمهندس. ما انا بقول لك انا بقى مش هدخل بقى في الحته دي، خدت بال حضرتك ليه؟ لان انت بتحل مساله برضو معلش في كلمه شيت، مش بتحل مشروع. تمام، فانت هتفترض الميه ما بتتسربش ومفيش عندك هيدنج اب ومفيش عندي فواقد ومفيش عندي سرعه. تمام، لانك انت لو رجعت تقول والله الهيدنج اب هيحصل ازاي، اللي هو اللي جاي 2 من 10 هيقول لك في سرعه فوق في ضغط سرعه، مش انت اصلا الهيدنج اب ده له علاقه بضغط السرعه. تمام، اما انت بقى عايز تحسب الارتفاع بقى زي ما قال لك زميلك ام 1 على اساس انه بقى سد بالنسبه لي. طبعا هنخش في ايه، في قصه هيدروليكا. تمام، فطبعا بس احنا مش بنحل مساله هيدروليكا، احنا بنحل شيت، فهنفرض على طول انه باربعه وخلاص ونبسط على نفسنا المساله. تمام مش مهندس معلش صح، اتفضل. هو اللينس بتاع البير ده بنجيبه ازاي؟ طول البير ده بص يا باشا بنجيبه ازاي، احنا بنيجي نقول عندي البير قدامي اهو، استنى اجيبه لك.
البير عندي انا بفترض ان عندي اول حاجه فيه ثوابت. ايه الثوابت اللي عندي في البغله؟ الثوابت عندي كوبري، كوبري اللي هو عرضه 12 متر تمام. طيب وعندي فيه بوابه رئيسيه اللي هي 60 اللي هي 60 سم دي خلاص كده. طيب وعندي فيه البوابه الثانيه، عندي يبقى عندي كده اثنين اساسيين، عندي كوبري وبوابه رئيسيه 60 سم خلاص. طيب عندي بعد كده يا باشمهندس عندي في بوابه احتياطيه في الامام وبوابه احتياطيه في الخلف، دي حاجات الاساسيه. وعندي بقى بتسيب منهم بقى مسافات بقى. انت حضرتك جيت قلت لي من وش الكوبري لغايه البوابه الرئيسيه تمام متر ونص، يا باشا اهلا وسهلا، حطيت واحد متر ماشي. المهم في مساف من واحد لواحد ونص، بعدين خدت العرض الجروف ده فرضته 60 سم 80 سم ماشي، خدت المسافه دي واحد متر تمام، بعد كده 40 سم ماشي، خد واحد متر واعمل الدوران. انا قصدي ان كل ده انا فرضته، فرضته بس في ضوء حاجات اساسيه بالنسبه لي اللي هي ايه؟ كوبري، في عندي بوابه اساسيه هتشتغل معايا، فوقها ده حاجه اسمها ليفتنج ديفايس تمام، سايب له مسافات، سايب له من هنا لهنا واحد متر او متر ونص، ومن هنا لهنا متر، وسايب الجروف دي 40 سم عشان ادخل فيها اي بوابه احتياطي عشان اقفل الميه على لو عندي صيانه. بعد كده واحد متر ما بين ايه الدوران وما بين ايه ما بين نهايه البغله وما بين الجروف الاحتياطي تمام، وكذلك في الخلف نفس الكلام. بجمع كل الارقام دي بجيب طول البغله ماشي تمام. طيب بعد كده جونسين انا شايف الوضع الاخير الباقي ده حاجات كلها ايه شبيهه بشغل الهدار، اظن ما فيهاش مشكله بالنسبه لكم. طيب نرجع لموضوعنا. طيب في الاخر عشان زي ما قلنا كده ان انا وصلت في الاخر في الهيدروليك ديزاين ده زي ما احنا اتفقنا عشان بس نعيد الكلام تاني، النقط الخلافيه اللي كانت ما بيننا ان اول حاجه موضوع السكاور لينكس، السكاور لينكس خده من بلاي 61% سي بلاي في جذر اتش اس، الاتش اس خدها الاتش ناقص الايه الواي كريتيكال. عندي بعد كده عندنا بعد كده الفي 2 اللي هتحسب منها الجامب، هتاخد عندي طريقه شكلين او ايا كان هتحسب باي طريقه مش هتفرق معانا، يا اما تاخد المساحه بتاعه الفتحات يا اما تاخد المساحه ما بين الابطمنت والابطمنت اللي انسب لك تمام. دي النقط الخلافيه اللي احنا اثرناها ماشي. في الاخر هنطلع لايه للحاجات دي استنتجناها عندنا من ايه من الجزء بتاع الهيدروليك ديزاين. طيب وفي الاخر بنطلع ايه الشكل بتاع الانطره. شكل القناطر يا باشمهندسين زي ما انتم شايفين في اشكال منها كتير او شكل بيختلف حسب شكل الكوبري وحسب طريقه التصميم بتاعه البوابات. ده شكله اللي قدامكم ده لو عندي الكوبري بتاعي معمول ارش، دي الاشكال القديمه بتاعه القناطر تمام. طبعا وعندي ممكن تكون القناطر دي من الخرسانه العاديه زي ما انتم شايفين تمام، بتتحمل عليها بوابات بس زي اللي موجوده هنا تمام. الشاشه دي ثابته على فكره يا باشمهندس، الشاشه ثابته تمام. طيب على السيمتري طيب خليني تاني كده تمام. طيب طيب خلينا ايه بعد ده شكل الارش، ده شكل القناطر، شكل الارش ده الشكل القديم اللي ممكن القناطر القديمه عندنا في مصر
تمام. ودي قناطر دي واضح فيها البوابات، صور واضح فيها البوابات تمام خلاص. ده القطاع اللي لو جينا عشان نشوف القناطر ونشوف الاستاتيكال سيستم بتاعها هيبقى ماشي ازاي، هلاقي ان انا عندي كوبري، المفروض في كوبري هنا تمام، بيبقى في عندي كوبري خلاص. الكوبري ده تمام بيبقى طبعا سيمبلي سبورتد تمام. طبعا الكوبري ده بيبقى عليه بيتصمم تمام. الكوبري ده زي اللي انت كنت بتصممه في سنه ثالثه، بتتنقل احماله للبغل عندي والابارتمنت، ومنها الى ايه، الى الفرشه تحت تمام. عندي اشكال مختلفه للايه، ده شكل القناطر عندنا في مصر تمام. ده شكل الايه الكوبري وبين الاحمال بتاعته، بيبقى عندي حوايط الاباطمنت بيبقى عليها ضغط جانبي جاي لها من التربه خلاص. طبعا الكوبري يا باشمهندسين مش هندخل في الكوبري، لان الكوبري طبعا انتم مصممين مصممينه السنه الثالثه السنه اللي فاتت، فمش هنخوض فيه، هو نفس التصميم مش هنختلف فيه. حتى في الشيت هتلاقيه نازل لكم رد الفعل بتاعه، لان الكوبري انتم مصممينه السنه اللي فاتت، فاحنا هنديكم رد الفعل بتاعه ايه، وتشتغلوا على الحاجات الجديده السنه دي تمام. طيب وده الابارتمنت طيب. يهمنا هنا مش منصين ايه، بس الجزء الجديد بالنسبة لنا اللي هو الجزء بتاع التصميم البغل. طيب تصميم البغل، عشان ابدأ اصمم البغل طبعا انا عندي اول حاجة تمام، عندي اللي بير دي اللي احنا جبناها من الهيدروليك ديزاين خلاص بقت موجودة عندنا، وقلنا ان انا فارض الابعاد بتاعتها، بس في فضوء ان في عندي اساسيات اللي هي الكوبري، وفي عندي الجزء المين جروف والسكندري جروف الاب ستريم والداون ستريم تمام، وعندي ايه فرضت اطوالها وفرضت الثيكنس بتاعتها وفرضت الارتفاع. طيب انا عندي طول البغله، وفي عندي طول اللي هو الفعال بتاع الافكتيف اللي هو طول الفعال اللي هنشتغل عليه تمام، اللي هو الجزء ايه اللي هناخد الجزء اللي هو المهشر بالنسبه لي، هعتبر ان ده الجزء الفعال. لا اسف، قصدي الجزء اللي هو الفعال الافكتيف من او من زي ما هو متشاور عليه من عندي من الجروف اللي هو الامام للجروف الخلف، هو ده الجزء اللي انا هشتغل عليه تصميم. طيب ايه موضوع الميل واحد لواحد اللي موجود قدامكم ده؟ ده بيفترض بس بيشيك ان هو الاحمال بتاعه الكوبري بتتنقل في الخرسانه المسلحه بميل واحد لواحد. لو هي لازم يكون الميل داخل المنطقه اللي انا هشتغل عليها، يعني لازم يكون الاحمال عندي جايه في المنطقه ما بين الجروف الامامي والجروف ايه الخلفي، ده قبل ما لازم نتاكد منها، وغالبا كل الامثله اللي معانا هتبقى ايه معديها. طيب انا فرضت الابعاد، تاني ما بعد ما فرضت الابعاد عايز اصمم الحيطه دي. دي حيطه عندي زي اي حيطه عندي بس اشتغل عليها، لازم اول خطوه اجيب الاحمال. طيب عندي عشان اجيب الاحمال لازم تبقى عارف الاحمال عباره عن ايه، عباره اول حاجه عن وزن الكوبري تمام، وعندي وزن البغله تمام، وعندي وزن الليفتنج ديفايس خلاص، وعندي شنصين ضغط جانبي بقى للميه تمام، وعندي ضغط جانبي من الميه في اتجاه المجرى المائي، وفي عندي ضغط جانبي من الميه في اتجاه الايه في اتجاه عمودي على المجرى المائي. طيب تعال نشوف نقطه حاله حاله هنشتغلها ازاي عشان نجيب الايه الاحمال اللي عليها او حاله التحميل. طيب عندي اول حاجه حاله الماكسيمم نورمال. طيب حاله الماكسيمم نورمال دي يا باشمهندسين ايه اللي بنفترض فيها ايه؟ نخلي بالنا احنا بنفترض فيها ايه؟ اول حاجه بنفترض فيها ان انا عندي الكوبري محمل بشكل كامل بال اللايف لود والديد لود، ويبقى معايا كمان وزن البغله، وبعتبر ان الليفتنج ديفايس تاني. انا عندي باشمهندسين في حاله الماكسيمم نورمال بعتبر ان انا عندي ماكسيمم نورمال، الحاله دي بيحصل فيها ان انا باخد وزن الكوبري وهو محمل تحميل كامل باللايف لود وديد لود، ومعايا بيبقى وزن البغله، وبعتبر ان البوابات كلها مفتوحه تماما، وبالتالي الليفتنج ديفايس كانه رفع البوابات، وبالتالي وزن الليفتنج ديفايس معايا تمام، والميه مفتوحه والبوابات كلها مفتوحه، وبالتالي مفيش اي ضغط جانبي للميه، يبقى حاله الماكسيمم نورمال
بيبقى فيها ان انا عندي وزن الكوبري معايا ديد لود ولايف لود، بيبقى عندي كمان الليفتنج ديفايس موجود معايا، بيبقى عندي كمان البوابات مفتوحه وبالتالي ما فيش اي ضغط للمي. تمام. طيب دي الحاله الاولى ماشي كده. طيب يبقى حاله الماكسيمم نورمال، يبقى انا عندي ايه الكوبري متحمل تحميل كامل تمام ومفيش ضغط للمي. طيب المنطقه قصدي منشا الرفع مش البوابات دي لها حاجه بترفعها؟ ده كمان يعني وزنه معايا اسمه ليفتنج وزنه معاك ليفتنج ديفايس اللي هو منشا الرفع. منشا الرفع تمام. مش انا عندي بوابه الرئيسيه اللي عرضها ست. عندي بوابه رئيسيه اللي هو اللون ويت نفسه وزنه ده هيبقى معطى بالنسبه لك لانك انت ما خدت مش هناخد تصميم البوابات. تمام. طيب عندي بعد كده دي حاله. الحاله الثانيه تمام بجيب عندي حاله الماكسيمم مومنت ام اكس خلاص على محور اكس. طيب في محور اكس بفترض ايه؟ بفترض ان الكوبري ان انا عامل صيانه والصيانه دي قفلت البوابه في الامام بتاعت الصيانه وبوابه الصيانه اللي في الخلف. تاني بفترض ان انا عندي قفلت البوابه الصيانه اللي في الامام وبوابه الصيانه اللي في الخلف. طب لما قفلتهم عملت تفريغ في المنطقه دي في منطقه اللي تحت الكوبري، ولما قفلت البوابه عملت تفريغ في منطقه ايه تحت الكوبري. طيب لما عملت تفريغ في المنطقه تحت الكوبري تمام بقى في عندي ضغط ميه في الاتجاه ده من هنا. تاني يبقى احنا عندنا باشمهندسين كاننا عايزين نصمم الايه البغله دي. فباجي بقول ايه؟ بقول ان انا عندي حاله صيانه، حطيت البوابه بتاعت الصيانه اللي هي في الامام وبوابه الصيانه اللي في الخلف. طيب بعد ما حطيت بوابه الصيانه اللي في الامام وفي الخلف عملت تفريغ للميه من المنطقه دي، بقى عندي في ضغط ميه جانبي من هنا. طيب ضغط الميه ده يا باشمهندسين هيعمل لي مومنت حوالين المحور ده، بالاضافه الى عندي يا باشمهندسين اعتبر ان الباكيه دي متحمله والباكيه دي لا. تاني في الحاله دي يا باشمهندسين معانا في الحاله دي يا باشمهندسين هنيجي نعمل ايه؟ هنقول ان انا عندي حاله صيانه، يبقى حاطط بوابه هنا في الامام وفي الخلف وبالتالي ما فيش ميه. طيب بعد كده باجي اقول ان انا عندي الميه ضغطه من الجهه الزئيه ده. طيب بحمل الكوبري هنا تحميل كامل وهنا مش بحمله تحميل كامل، يعني معنى كده ان هنا في ديد لود وهنا في ديد لود، هنا في لايف لود وهنا ما فيش لايف لود. خلاص. طيب كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان اجيب اقصى عزم في الاتجاه ده. خلاص كده. طيب عندي الحاله بتاعت الام اكس هيبقى عندي يا باشمهندسين زي ما انتم شايفين كده عندي باكيه فيها ارضد لود ولايف لود. عندي هنا هتلاحظ ان عندي ارضد لود ولايف لود وهنا ارضد لود بس. تمام. عندي في ميه من هنا ومفيش ميه من هنا، فبالتالي هيحصل دوران حوالين محور اكس. خلاص. يبقى دي عندي ايه حاله. طيب عندي حاله تانية حوالين محور واي. طب حوالين محور واي مش هنسين اللي هو انهي محور واي ده قصدنا بايه بمحور واي؟ محور واي اللي هو نص طول ال افكتيف مش نص طول الكوبري، نخلي بالنا من دي. ده انا عندي ده الافكتيف لينكس، لما اجي اقول النص يبقى نص طول مش نص الكوبري، حتى هتلاحظ السنتر لاين هنا مش جاي في نص الكوبري، هو نص ال افكتيف اللي هو من الجروف للجروف. طيب هنيجي نعمل ايه في الواي؟ هعتبر ان الواي عندي ان البواب ان انا عامل اغلاق كامل للمجرى المائي، يعني في ميه هنا ومفيش ميه هنا. خلاص. يعني انا عاملين اغلاق كامل للميه، فبالتالي في ميه من هنا. طيب بحمل الكوبري باللايف لود يمين السنتر لاين بتاع ال ال افكتيف، بحمل اللايف لود يمين السنتر لاين بتاع ال ال افكتيف. خلاص. يعني هتبقى بالشكل ده، يبقى انا عندي السنتر لاين اهو بتاع ال ال افكتيف وبحمل الجزء ده لايف لود وده لا، وهنا في ميه وهنا لا، فبالتالي بجيب اقصى دوران
حوالين المحور بتاع الواي. طيب وحاله الى حد ما مش بنشتغل بيها كتير اللي هي الحاله الدياجونال، ان انا بعتبر ايه ان انا قافل الميه هنا في الجزء ده وبحمل ايه اللايف لود للنص اللي فوق بحيث اجيب ام اكس وام واي مع بعض، بس احنا بنشتغل بس ام اكس وام واي، هنشتغل في الشيت بس ام اكس وام واي. معلش يا باشمهندس اللي فاتت بس. نعم حلقه اللايف لود بتاعت انهي حاله ام اكس ولا ام واي؟ ها ام واي. ام واي تاني ام واي هندسه بقول والله ان انا عندي محور واي اللي هو نص الايه نص ال افكتيف مش نص الكوبري، ده لازم تركز في دي. بعتبر ان انا عندي البوابات كلها مقفوله، فبالتالي انا عندي ايه ضغط جانبي للميه من هنا ومفيش ميه هنا. بعتبر ان عندي لايف لود متحمل النص اليمين من السنتر لاين، فبالتالي الاحمال دي كلها هتعمل اوفر تيرنينج او هتعمل دوران للمنشأ حوالين محور واي. لو شفتها في الرسمه الاليفيجن هلاقي ان انا عندي اللايف لود متحمل على الجزء اليمين وعندي هنا الميه موجوده في الاب ستريم، فبالتالي كل الاحمال دي بتعمل دوران في الاتجاه ده. خلاص بتصمم البغله وبتطلع تسليحه زيها زي اي قطع خرساني. تمام بعد كده عايزين نشوف الفلور بيتصمم ازاي. تمام باشمهندس قول بالنسبه للبغله بس هنصممها كود قديم اللي هي طريقه الوركينج ولا طريقه التيميت ولا ايه بالظبط؟ اي حاجه انت عملت ايه السنه اللي فاتت؟ مش فاكر صح احنا عملناها ابحاث. بص هندسه موضوع تصميم الخرسانه ده احنا يعني مع يعني خلينا صراحه مع بعض احنا مش بتاعتنا يعني مش بتاعتنا يعني مش مفروض انك تطلع من المنهج بتاعنا. تمام في الاخر اقول لك انت تصميم الخرسانه ايه. تمام انت الطريقه اللي تتاح لك. انا مش بالنسبه لي احنا بالنسبه لنا في تصميم الري انا عايز تسليح وخلاص اعرف انك انت فاهم في الايه تصميم الخرسانه. اشتغلتها كود قديم كود جديد تمام مش هتفرق. مين اللي هيحاسبك الكلام ده بتوع الخرسانه مش احنا. طب بالنسبه للحالات دي عشان برضو عشان ما اعملكش لخبطه انا يهمني. طب انا هعلم لك على ايه انا معلش في الكلمه زي ما بنقول لك دايما في الامتحان اكتب باي لغه تريحك. انت حضرتك مالي ايدك من التصميم الوركينج اشتغلها وركينج. حضرتك مالي ايدك من التصميم الالتيميت اشتغلها التيميت. في الاخر انا همشي معاك على اللي انت عملته. تمام وهصمم لك تسليح وهعلم عليك تسليح. طب مين هيبقى احسن من مين مش هتفرق معايا لان مش هحط عليها ويت عالي. يعني دايما تصميم الخرسانه تصميم الستيل في قلب شغلنا مش بنحط عليه ويت عالي. يهمني انك انت عديت الخطوه دي وعارفها مش تسيبها لي فاضيه. طلع لي في الاخر تسليح واعمل شكل تفريد تسليح. انا يهمني ايه طب من الموضوع انا يهمني انك انت تبقى عارف حالات التحميل بتاعتك وتطلع ام وان وام اكس وام واي مظبوطه. ليه؟ لانك مجرد ما تطلعها روح صمم بقى. يعني انا اللي يهمني حالات التحميل بتاعتك تبقى عارفها فاهم الميه هتقف ازاي. الميه دي هتديك ضغوط والاحمال الحيه بتاعت الكوبري هتديك احمال. حطها صح وروح صمم بقى بالطريقه اللي انت عايزها. وبالنسبه لحالات التحميل بشتغل كل حاله لوحدها مش بجمع طبعا لا ما فيش كومباينيشن. بس في الاكزامبل واخد الان والام اكس والام واي وجايب الاجابات بتاعهم كلهم. ما هو اي حاله هندسه ما هو اي حاله بتجيب لك يعني بتجيب لك ام اكس وبتجيب لك ام واي صغيره خالص وبتجيب لك ام واي كبيره وام اكس صغيره يعني مش هتجيبها لك مصفره يعني. تمام يعني بيبقى في قيمه صغيره للام اكس بس احنا بيبقى في قيم يعني الام واي بيبقى في معاها ام اكس اكيد يعني اصل مش هتقدر تهملها 100%. تمام جدا ماشي واضحه كده. تمام كده يا باشمهندس. طيب تعال ننتقل للايه للفلور. الفلور طبعا احنا فرضين تخاناته احنا فرضين تخاناته اصلا من الهيدروليك ديزاين وفرضين اطواله في الهيدروليك ديزاين. تمام طيب تعال نشوف ازاي بيتصمم بطريقه الى حد ما بنقول عليها جرافيكال شويه. تمام جرافيكال يعني ايه؟ يعني انا عندي زي ما كنا بنشتغل بالكالفرت عندي رشمونسيد عندي ابارتمنت مديني بجيب تركيز احماله بشكل توزيع الاحمال بتاعته على القطاع الطولي اللي هو الواحد متر وعندي البغله رد فعلها. طبعا انا بشتغل هنا حاله ماكسيمم نورمال طبعا وهنا عندي بجيب الاحمال وبرسم لها شكل توزيع. طبعا بيرد عليها رد الفعل لان المنشا المفروض يكون متزن يبقى هاخد مجموع الاحمال دي كلها
واقسمها على الطول ده يديني رد الفعل. خلاص انتوا خدتوا يا باشمهندسين الاستراف فوتنج؟ خدته في الاساسات اللي هو الشد الاستراب القاعده الشريطيه. القاعده الشريطيه كنا بنحلها جرافيكال ازاي؟ مش كنا بنحط الاحمال وترد عليها من تحت وببدا اشتغل عليها بطلع وبنزل واجيب الزيرو شير؟ هي بنفس الفكره. هي بنفس الفكره بنعمل ايه؟ عندي احمال جايه لي من الابطمنت وجايه لي من الكوبري برسم لها زيها زي الاستراب فوتنج وبشوف لها الرد الفعل بتاعها من تحت وببدا بقى معاها بشتغل ايه الشير الشمال وطالع موجب يمين ونازل سالب وبنرسم شكل ايه الشير ومنه بجيب ايه عند الزيرو ده الشير فورس دايجرام تمام يعني ده يمين وطالع يبقى عندي بالسالب اهو وبعد كده طلع موجب ونزل بجيب طبعا الماكسيمم مومنت عندي عند الزيرو شير بحدد اماكن الزيرو شير عشان اجيب الماكسيمم مومنت تمام عند النقطتين دول يعني عندي ثلاث نقط فيهم زيرو شير هما بيديني ماكسيمم مومنت ايا يعني كان بوزيتيف ولا نيجاتيف يبقى ده الام بتاعتي. يبقى معنى كده مش ها يبقى هو بعد اذنك يا باشمهندس المساله دي محطوط لها وقت في الامتحان ان احنا نحسب كل ده والام اكس والام واي والاجادات وكل والتسليح وكل ده. تمام. ما الامتحان 3 ساعات المفروض لو في امتحان يعني هيبقى 3 ساعات يعني انت حليت حضرتك الهدار المره اللي فاتت في ساعه صح ماشي بس الهدار ما كناش بنجيب فيه تسليح ما لحقناش اصلا نخلصه في ساعه لسه كمان يعني هو انا بس عايز 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 اعرفك بس ال 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 هو الكلام بس باين انه كبير بس هو الكلام على فكره اسهل الموضوع ده اسهل من الهدار على فكره ده يعتبر عارف لا يعني قصدي ايه ان هو ده لو بصيت للموضوع هتلاقي كانك بتصمم حيطه بتاعه السويل يعني هتلاقي نفس خطوات تصميم الحيطه بتاعه السويل حالات تحليل وبجيب لها التسليح بتاعها احنا كانت ابحاث برضه يا باشمهندس هي كانت ابحاث عموما يعني طيب ربنا يعدي على خير. انا قصدي بس بغض النظر عن موضوع الامتحان هيجي ازاي هندسه يعني ايه خلينا بس ايه ندي لحضرتك بعض الطريقه وموضوع الامتحان ده مش عارفين هيبقى عامل ازاي عشان نبقى بس نبقى صراحه مع بعضنا يعني تمام. موضوع الامتحان هيبقى ابحاث هيبقى في ورق زي الميد ترم دي ما حدش يقدر يديك فيها قرار لغايه دلوقتي تمام بس احنا بنشتغل في ضوء الموجود متاح قدامنا. الكلام ده هيوضح اكتر بالشيت انت هتحس بحجم المساله ده في الشيت يعني تمام يعني احنا كل ده بنتكلم كلام عام من غير ارقام خلاص. طيب يبقى احنا خلينا بس في اللي احنا بنتكلم فيه ان انا عشان اصمم اللبشه اللي عندي دي او اصمم القاعده اللي موجوده معايا دي هصممها عن طريق ان انا زي الاستراب فوتنج ان انا عندي احمال جايه لي من الماكسيمم نورمال بتاعه البغله وبتاعه الابارتمنت تمام دي بتديني شكل توزيع الاحمال. طيب عشان نلفت نظر بعضنا نلفت نظركم بس طب انا هستفدت بايه بالضغط الجانبي للتربه تمام. الضغط الجانبي للتربه ده انا بستخدمه بس عن طريق ان انا بعمل طبعا توزيع الاحمال على الابارتمنت اللي هي المنطقه دي والمنطقه دي مش نورمال زي الايه زي الابارتمنت زي البير قصدي تمام. يعني انا لو لاحظت ان البير هنا هلاقي عندي التوزيع فيه مستطيل. ليه؟ لان مفيش اي احمال جانبيه يعني جبت رد الفعل بتاع الكوبري يمين ورد فعل الكوبري شمال والوزن بتاع ووزن البغله وقسمتهم على ارضها جبت التوزيع منتظم مستطيل. طب انا عندي بالنسبه للابارتمنت عندي وزن الابارتمنت وعندي رد فعل الكوبري طيب عندي ضغط جانبي للتربه خلى شكل توزيع الايه الاجهادات عندي شكل شبه منحرف فده بس الايه اللي هستخدم فيه ايه الجزء بتاع الايه الاي اللي موجود عشان اعرف اجيب الشكل التوزيع الاجهادات اللي جايه من الابارتمنت تمام. طيب وبعد كده اشتغلت زي الاستراب فوتنج تمام جبت الشير وجبت المومنت وايه اجيب منهم ايه التسليح تمام. باشمهندس مش هو التوزيع بردك تحت البلاطه دي مش هيبقى منتظم تحت قصدك تحت اللبشه بقى اللبشه ما هو منتظم اهو يا هندسه. لا ما هو القوه ما هيش منتظم القوه منتظمه يعني السنتر لاين القوه على طول في السنتر لاين اللبشه ما هو سنتر لاين القوه سنتر لاين اللبشه ليه لان المنشا متماثل يعني انت لو خدت السنتر لاين اهو هتلاقي البغله اليمين البغله الشمال قصدي البغله اليمين والابارتمنت هي نفسها البغله الشمال والابارتمنت فبالتالي المركز الحمل هيجي هنا ولا ايه؟ ولا انت قصدك حاجه ثانيه؟ طب واحد بس ولا انت
احنا ما انا قلت لك في الاول انا باخد الماكسيموم نورمال. تمام. يعني انا الكوبري متحمل بالاحمال الحيه كلها من اوله لاخره. تمام جدا. ها طيب قول قول انا سامعك. لا تمام انا وصلتني كده تمام ماشي. طيب ده شكل برضو للشكل توزيع الاحمال. طبعا الحاجات دي ممكن تصمم عن طريق الساب ده حاجه من مشروع تخرج السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت مش فاكر كان امتى. ماشي كده يا باشمهندس. دي كانت معموله ببرنامج الساب يعني الديزاين بتاعه تمام. وفي الاخر بيطلع الكوبري عندي بالشكل ده قصدي الانطره هي نفسها نفس الكوبري. ماشي كده يا باشمهندس. ده ايه الجزء الزميل كان بيسال من شويه. اه بعمل تضييق عملنا تضييق في المجرى المائي زي ما انتم شايفين. عندي الجزء ده عندي هنا في الجزء عندي هنا ده الفتحات ده اللي كانت مشكله عندنا تطلع تحصل الجنب هنا ولا تحصل الجنب هنا ايا كان بس مش هتحصل هنا تمام. ده شكل الفرشه اللي احنا مصممينها. ايش كده يا باشمهندسين؟ طيب طب انا الناس اللي عندها الناس اللي عندها استفسارات بقى نسمع الناس اللي عندها استفسار. مش سامعك بس يا هندسه. الملف اللي حضرتك نزلت قلت ده اللي هنمشي عليه موجود على مايكروسوفت تيم حاليا ولا حضرتك استفسار؟ ما احنا ما انا قلت لك اللي هو الفيرجن واحد هندسه مكتوب عليه هو نفسه هو مرفوع هو اترفع بس هو مكتوب عليه عشان بس هترفع فايلين كده هتلاقي مكتوب عليه فيرجن واحد ريجليتور فيرجن واحد 2020 فيرجن 1 اللي اتشرح منه السكاش. مش حد ممكن تشرح لنا حالات التحميل ده على مثال عشان ما هو ما ده الشيت بقى ما هو الشيت هو الشيت ممكن الهندسه بعد اذنك تعد لنا حالات التحميل تاني ومالي احترام لحظه خليك معايا افتحها هو شيت هتشرح في السكاشن صح مش هيجي لنا شيت على طول كده ما هيتشرح حاله التحميل تمام طيب خلينا واحده واحده كده وممكن نكتب مع بعض تمام. طيب احنا دلوقتي اول حاله تحميل اول حاله تحميل لل لحظه بس عشان ايه مش عارف ايه هي باينه قدامكم كده المساله المحاضره ايوه المحاضره كده موجوده صفحه 34 تمام مظبوط كده ده. طيب اول حاله تحميل يا جماعه هي حاله الماكسيموم نورمال. خلينا نتكلم دلوقتي على ايه ان انا بصمم البغله الماكسيموم نورمال دي بعتبر فيها ايه بفترض فيها ان انا عندي الاوزان ان البوابات مفتوحه كلها وبالتالي مفيش اي ضغط جانبي للميه بعتبر ان انا عندي الكوبري متحمل تحميل كامل باللايف لود خلاص. بعتبر كمان ان انا عندي البوابات مفتوحه وبالتالي الليفتنج ديفايس عندي شايل البوابات فيها فبالتالي عندي قصدي او منشا الرفع فبالتالي في عندي وزن لمنشا الرفع لو هو الدهولة لو هو معطى في المساله مش معطى في المساله ولا كانه موجود. تاني عندي دلوقتي حاله الاقصى حاله اقصى تحميل اقصى نورمال فورس او اقصى حمل راسي. الحاله دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان انا عندي البلاطه متحمله تحميل كامل باللايف لود وطبعا الديد لود موجود البوابات مفتوحه تماما وبالتالي معنى كده معنى كده ان انا عندي الليفتنج ديفايس او منشا الرفع شيء رفع البوابه يبقى له وزن. طيب الدهوني هشتغل بيه ما الدهونيش خلاص ولا كانه موجود يبقى دي اول حاله ماكسيمم نورمال. طيب الحاله الثانيه اللي هي حاله اقصى ام اكس يعني اقصى عزم حوالين محور اكس. طيب اقصى عزم حوالين محور اكس هيجي عن طريق ايه؟ هيجي عن طريق ان انا هاعتبر ان انا عندي البوابه الاحتياطيه مقفوله والبوابه الاحتياطيه في الخلف مقفوله وعملنا تفريغ للميه في المنطقه بتاعت ايه تحت الكوبري دي. معنى كده ان في عندي فتحه فيها ميه وفتحه ما فيهاش ميه. طب الفتحه اللي ما فيهاش ميه هنحط عليها حمل حي. معنى كده ان هيحصل ايه؟ هيحصل دوران حوالين محور اكس.
ليه؟ لان في ميه ومفيش حاجه قدامها. طيب يعني ايه يعني الكلام ده؟ هشوفه في الشكل عامل ازاي. هلاقي عندي في القطاع، هلاقي عندي في لايف لود اهو ومفيش ميه تحتها، وفي عندي ميه شمال البغله، بالتالي هيحصل دوران حوالين محور اكس مع عقارب الساعه زي ما هو باين. بعد اذنك يا باشمهندس، انا ما بعملش زي الواي بقى وبحمل نص الكوبي بس لايف لود من ناحيه ما انا محمله هندسه اهو، ما انا محمله. ما انت لو بص معايا كده على القطاع هتلاقيني انا محمل الباكيه كلها اللي فوق الفتحه اللي ما فيهاش ميه. بص كده ركز معايا كده، هتلاقي هنا في ايه؟ انت شايف السكرول، شايف الماوس؟ هتلاقي هنا في لايف لود وهنا مفيش. خلاص. وهنا في ميه، فبالتالي الميه بتضغط كده واللايف لود عايز يلف في البغل. خلاص. فبيعمل لي ايه؟ فبيعمل لي ام اكس. تمام. طيب دي حاله. الحاله الثالثه ان يحصل عندي ام واي. ام واي باجي اقول ايه؟ انا هحمل الكوبري ازاي بقى؟ باجي اشوف فين مركز ال ال افكتيف او محور ال افكتيف. طب محور ال افكتيف بعد كده بحمل يمينه باللايف لود. طيب وبسد الامطره كلها وبسد المجرى المائي، وبالتالي بيبقى فيه ميه في الاب ستريم ومفيش ميه في الداون ستريم، وبالتالي برضو هيحصل دوران لان في ميه هنا ومفيش ميه هنا، فهيتكون عندي ام واي. يعني هلاحظ عندي ايه؟ هلاقي هنا بص كده، هلاقي ده محور ال افكتيف، وهلاقي هنا عندي في ميه، قصدي في حمل حي. تمام. وهلاقي هنا في ميه، وجود الميه هنا هيخلي الايه البغله تلف، وجود الحمل الحي هنا هيخلي البغله معايا تلف برضه. ماشي. يبقى دي حاله الام الماكسيمم نورمال، وحاله الماكسيمم ام اكس، وحاله الماكسيمم ام واي. خلاص. دي الثلاث حالات الاساسيين اللي احنا بنشتغل عليهم. واضحه شويه موضوع الحالات التحميل؟ تمام. عشان السكشن بقى تبقى توضح مع المثال وخلاص. قبل ارقام ان شاء الله هتبقى اظبط من كده. في ها حد الناس اللي عندها اسئله؟ الناس اللي عندها اسئله يا باشمهندسين كده تمام يا باشمهندس. في حد عنده اي استفسار؟ هم طيب. ما شاء الله جابهم كل حاجه في الاول. نعم. سالوا في الاول. طيب خلاص، احنا ان شاء الله يا باشمهندسين هينزل لكم سنه، هنحاول ننزله بدري عشان خاطر ايه يعني على يوم الجمعه، بحيث تقدروا تبصوا عليه قبل ما نشتغل السكشن يوم السبت. المثال هيبقى فيه عشان تبقى الناس تبقى عارفه، هيبقى فيه تطبيق على حالات التحميل بتاعه البغله وتصميم الايه الفرشه، اللي هو الكلام اللي احنا اشتغلنا عليه النهارده، وعايز توضح كل ايه المشاكل اللي عندكم في الاثنين دول. ماشي كده يا جماعه، ان شاء الله نشوفكم على خير السكشن ان شاء الله. السلام عليكم. باشمهندس اتفضل. طب لو سمحت ما ينزل مثال كامل بقى من الاول احسن، عشان الجزء بتاع ال HS وال H maximum ده، عشان ما هو خلي بالك المثال ده هو تكمله، هنعدل لك المثال وابعته لك تاني. تمام ماشي يا هندسه. هنديه مسمى اللي هو بعد هنخليه فيرجن رقم 2، يبقى ده المتعدل بقى. تمام. يبقى نازل بس ملف نهائي عشان ما يحصلش لخبطه تاني بس. خلاص ماشي. ماشي هندس. ويا ريت يا باشمهندس يكون في برضه جزء اللي هو بتاع التصميم بتاع اللي هي بتاع الالتيميت او ايا كانت هتبقى بالالتيميت او نوع وركينج وشكل التسليح والكلام من ده، عشان احنا مش فاكرينه من السنه اللي فاتت. طيب موضوع التصميم ده هشوف كده موضوع التصميم هنعمل فيه ايه، بس هو الاساس اللي هو نازل فيه حالات التحميل، هنشوف موضوع التصميم وان شاء الله نحاول نخلصها لكم. تمام يا باشمهندس. ماشي. مهندس اتفضلي. كلمنا عن المشروع لو سمحت. يعني اتكلمكم ايه السؤال بس وانا اقوله؟ يعني اسالي سؤال وانا هرد.